رغم الأثمان الباهظة والمروعة التي دفعها الشعب الفلسطيني ودفعتها غزة، إلا أن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أي من أهدافه العسكرية أو الاستراتيجية، وهو الآن يفقد المظلات السياسية والحماية حتى في مجلس الأمن، كما رأينا بالأمس في القرار الذي صدر عن مجلس الأمن، رغم أن هذا القرار جاء متأخرا، وربما هناك بعض الفراغات التي تحتاج إلى أن تمتلئ، إلا أن القرار بحد ذاته يؤشر على أن الاحتلال الإسرائيلي يعيش في عزلة سياسية غير مسبوقة منذ أن احتلت فلسطين، وأن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على أن تفرض إرادتها على الأسرة الدولية.